بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتي الكرام، في هذا الدرس سنستخدم تمارين تعلمنا كيفية استخدام الأزمنة الماضية وكيف نفرق بينها. لكن قبل أن نبدأ أحب أن أقول بأن هذه التمارين كلها أخذتها من موقع البريتش كونسل، وذلك من باب الأمانة العلمية ورد الفضل لأهله. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى نبدأ. المثال الأول: My computer hung while I saved the document. إذا علق أو تجمد كمبيوتري عندما كنت أحفظ الملف. هنا ماذا سأستخدم؟ While I saved ماضي بسيط، أو while I was saving ماضي مستمر، أو while I had saved ماضي تام. خلونا نحلل الجملة ثم نعرف ماذا سنستخدم. إذا الكمبيوتر تجمد عندما كنت أحفظ، عندما كنت أحفظ الملف. إذن فعل حفظ الملف كان ماض في استمرار، ثم جاء فعل التعليق الكمبيوتر وقطعه. إذن سنستخدم الماضي المستمر while I was saving the document. الفعل hang يعلق، تصريفه hang hang hang. طبعا فعل hang معناها يعلق، يعلق الشيء على مسمار أو على باب أو إلى آخره، لكن عندما تستخدم الفعل hang في الكمبيوتر معناها أي تجمد الكمبيوتر، تجمد الكمبيوتر ولم يعد يستجب للأوامر. المثال الثاني: After we ate our breakfast، عندما تناولنا أو بعدما تناولنا إفطارنا، we went for a walk along the beach. بعدما تناولنا إفطارنا ذهبنا لنمشي على طول الشاطئ. إذا ماذا سنستخدم هنا؟ بسيط أم مستمر أم تام؟ خلينا نحلل الجملة. بعدما تناولنا أفطارنا، إذا نحن تناولنا الأفطار وأخلصنا وانتهينا، ثم بعدما انتهينا ذهبنا ومشينا على الشاطئ. إذا سأستخدم الماضي التام. لماذا؟ لأن هناك فعل تم وانتهى، ثم بعد ذلك أفطر، وبعد ذلك مشينا، أتى ماضي بسيط. بعد الماضي التام أتى ماضي بسيط. الفعل eat أيضا irregular verb. eat ate eaten، هذا هو تصريفه. المثال الثالث: The old lady، السيدة الكبيرة، closed the door، أغلقت الباب، and look it behind her. إذن السيدة الكبيرة أغلقت الباب وقفلته خلفها. ماذا سأستخدم هنا؟ هنا السيدة الكبيرة قامت باستخدام فعلين: الإغلاق closed والقفل locked. إذن ماذا سأستخدم؟ سأستخدم أخوتي الكرام ماضي بسيط. لماذا؟ لأن هذين العملين متتابعين لكن ليسا مرتبطان مع بعضهم البعض. لاحظ الفعل عندما يكون ماضي بسيط وماضي تام يكون هناك ارتباط بينهما، أما هنا لا يوجد ارتباط، هما عبارة عن فعلين متتاليين، لذلك أستخدم كلاهما في الماضي البسيط. I remember it clearly. أنا أتذكرها أو أتذكر ذلك تماما. It was midnight and we watched the late film. إذا أتذكر ذلك تماما، عندما كان منتصف الليل ونحن نشاهد الفيلم الأخير. إذا ماذا سأستخدم هنا؟ It was midnight، كانت منتصف الليل أو صارت منتصف الليل، ونحن كنا نشاهد الفيلم الأخير. إذا نحن كنا نشاهد الفيلم الأخير ثم انتصف الليل. إذن ماذا سأستخدم؟ تماما الماضي المستمر. إذن أنا كنت أشاهد انتصف الليل واستمريت في مشاهدة الفيلم. المثال الخامس: We arrived at the conference on time. وصلنا إلى المؤتمر على الوقت. But then I realized، ولكن عندها أدركت، that I left my presentation at home. إذن وصلنا إلى المؤتمر على الوقت، لكنني أدركت حين ذاك أنني كنت قد نسيت الدعوة في البيت. إذن ماذا سأستخدم؟ leave left عفوا was leaving أو had left. هنا وصلنا وعندما بحثت في جيوبي أدركت أنني كنت قد نسيت الدعوة في البيت. إذن فعلين في الماضي، أحدهما كتب بالماضي البسيط والثاني متعلق فيه. إذن سأستخدم ماضي تام. I had left، أدركت أنني كنت قد نسيت. The young couple، إذن هنا شابان، الزوجان شابان، walked from their hotel، مشيا من أوتيلهما to the train station، إلى محطة القطار، and then took the metro، وبعدها استقلوا المترو إلى المطار.
إذن ماذا سأستخدم؟ خلينا نترجمها. الزوجان الشابان مشيا من فندقهم إلى محطة القطار، وعندها ركبا المترو وذهبا إلى المطار، أو ركبا المترو الذاهب إلى المطار. ماذا سأستخدم هنا أخوتي الكرام؟ هنا عندي حدثين، وقد مشيا وركبا، لكن هالحدثين ليسا مرتبطين ببعضهما البعض، وكلاهما صار في الماضي. إذن سأستخدم ماذا؟ ممتاز، الماضي الوسيط. لاحظت الفرق بين الماضي البسيط والماضي التام. الماضي التام عندما يكون الفعل الثاني مرتبط بالحدث الأول، أو له أثر على الحدث الأول، أو الحدث الأول أو له أثر عليه. إذن تلاحظ من سياق الجملة هناك ارتباط بين الحدثين، الماضي البسيط والماضي التام. أما لما لا يوجد ارتباط بين الأحداث الماضية أكتبها جميعها في الماضي البسيط. الفعل تيك يأخذ تصريفه تيك توك تيكن، كمان الريجولار فيرب. التمرين السابع، When I came back from holiday، عندما عدت من الإجازة، everyone in the office، كل شخص في المكتب، talk about our new bus. إذن عندما عدت من الإجازة كان كل واحد في المكتب يتحدث عن الرئيس الجديد. إذن I came، عدت في الماضي، عندما عدت لاحظت أن كل الموظفين يتحدثون عن المدير الجديد. إذن was talking، إذن عمل كان مستمر، هم يتحدثون وهو عاد من الإجازة وجدهم يتحدثون عن المدير الجديد. التمرين الثامن والأخير أخوة الكرام، the man's face، طبعا هذه استدعى اس الملكية، يعني الوجه تبع الرجل، الوجه خاصة الرجل. كيف أكتبها؟ the man apostrophe s، apostrophe s، هذه شارطة اسمها apostrophe، هذه اس الملكية. فهذه الجملة معناها وجه الرجل. The man's face seemed very familiar، إذن وجه الرجل يبدو مألوفا جدا. I was sure، أنا كنت متأكدا. I meet him somewhere before، إذن وجه الرجل بدا مألوفا جدا، وجه الرجل بدا لي مألوفا جدا. أنا كنت متأكدا بأنني كنت قد قابلته مسبقا في مكان ما. إذن I was، هذا فعل الماضي، I was sure، أنا كنت متأكدا بأنني كنت قد قابلته. إذن سأستخدم الماضي التام، I was sure I had met him somewhere before، أنا كنت متأكدا بأنني كنت قبلها قد قابلته في مكان ما. إذن حدثين مرتبطين، أحدهما أقدم من الآخر، القديم نكتبه بالماضي المستمر بالماضي التام، والأحدث منه بالماضي البسيط. الفعل meet يقابل أيضا الregular verb meet met met. في نهاية هذا الدرس إخوتي الكرام، نكون قد أضفنا إلى قاموسنا 39 كلمة، يصبح رصيد القاموس الجديد 346. الكلمات هي أولا compute، compute معناها يحسب. كمبيوتر عندما أضفنا لها الـ ER، طبعاً الـ E موجودة لذلك أضفنا فقط الـ R، أصبح اسم الفاعل. لا نقول حاسب وإنما نقول حاسوب. لماذا؟ لأن هذه الكلمة حكر على الكمبيوتر الشخصي أو المنزلي، وكان في القديم يسمونه العقل الإلكتروني. قديماً كان الكمبيوتر اسمه العقل الإلكتروني. إذن كمبيوتر معناها الحاسوب، وهي حكر على آلة الكمبيوتر. هانج معناها يعلق الشيء، لكن في مصطلحات الكمبيوتر معناها يجمد، هانج. سيف معناها يحفظ أو ينقذ، سيف معناها يحفظ أو ينقذ، لكن في مصطلحات الكمبيوتر معناها يحفظ عمله، يعني يسيف عمله كما نقول في العربي. دوكيومنت وثيقة، في مصطلحات كمبيوترية اسمها ملف، أما دوكيومنت معناها وثيقة. أفتر بعده، ووك معناها يمشي أو معناها نزهة على الأقدام، to walk يعني لنذهب نزهة على الأقدام. long طويل، along على طول. lady سيدة، behind خلفه. remember يتذكر، face وجه. هنا look أخوتي الكرام، لاحظوا look معناها حظ، luck يقفل، نفس اللفظ لكن الآ نمطها قليلا، luck حفظ حظ عفوا، luck حظ، lucky محظوظ، lucky man الرجل محظوظ. أما لاك يقفل، لاك يقفل، قليلا تمطها، إذن لك عندما تقطشها قطشا تلفظها حظ، لك حظ، لاك يقفل. ميت يقابل، وتأتي بمعنى لقاء رياضي، وتأتي بمعنى يواجه. هوليداي يوم العطلة، إيفريون معناها كل شخص. شور متأكد، لاحظ SU لفظناها إيش، شو شور. فيميلر معناها مألوف،
فيميلر معناها مألوف، كلير واضح أو جلي، كليرلي بوضوح أو بجلاء. لاحظ عندما أضفنا ال واي حصلنا على الادفيرب الظرف، كلير واضح، كليرلي بوضوح، سترونج قوي، سترونجلي بقوة، كويك سريع، كويكلي بسرعة. إذن لما نضيف ال واي للاسم نحصل على الظرف ادفيرب. ليت معناها أخير أو متأخر، كونفرنس معناها مؤتمر، الياء تسقط هذه لا نرفضها، كونفرنس مؤتمر. ذن معناها عندها، وتأتي بمعنىها وقتها، وتأتي بمعنى ثم، وتأتي بمعنى حينئذ. ذن يونغ معناها شاب، بريزنتيشن معناها دعوة أو عرض تقديمي، عرض تقديمي أيضا نسميه بريزنتيشن. كوبل زوج، فروم من زوج يعني زوجان اثنان، كوبل معناها زوجان اثنان. فروم من هوتيل أوتيل، ستيشن محطة، ترين قطار، وتأتي بمعنى يتدرب، مترو القطار الخاص بالأنفاق نسميه المترو، إيربورت مطار، تيك يأخذ، توك يتكلم، اللام لا نرفضها، توك يتكلم، نيو جديد، سيم يبدو، بيتش بيتش عفوا بيتش شاطئ، بيتش شاطئ. عندما أقول بيتش هي معناها أنثى الكلب، الكلبة أنثى الكلب، أما بيتش بكسر الياء معناها شاطئ. أرجو من الله تعالى أن تتم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.